أطماع أردوغان التوسعية في ليبيا ونيته في احتلال سرت والجفرة التي أبداها صراحة في مشهد مصور. تحطمت كل هذه الأطماع بصفعة أوروبية على وجه أردوغان، حيث دعت هذه الترويكا الأوروبية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، دعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار وكذلك وقف تدفق المرتزقة الأجانب السوريين الإرهابيين من تركيا إلى ليبيا مع العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، علاوة على احترام القرارات الأممية القاضية بحظر الأسلحة. وقبل هذا الإعلان الأوروبي كانت إيطاليا قد وجهت رسالة شديدة اللهجة على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو إلى السراج وميليشياته، وهي ضرورة إطلاق العملية السياسية في ليبيا والعودة إلى المفاوضات، مما يعني أن هذه الرسالة حملت في طياتها تحذيرا لأردوغان والسراج وميليشياتهم من الدخول في أي مغامرة خطيرة بإطلاق عملية عسكرية ضد سرت، لأن حينها ستكون قوات الجيش الوطني بالمرصاد، إضافة إلى التحذير المصري الذي اعتبر كل من السرت والجفرة خط أحمر. ومن هنا تبين لنا أن التوسعية في ليبيا لم تأتي كما اشتهتها أطماع أردوغان. علي الفيدي، ليبيا الحدث.